القراصنة يشنون هجوما على السفينة. الحراسات الخاصة المدربة في إسرائيل تتصدى عملية الاختطاف تفشل. الحديث عن برنامج تدريبات إسرائيلي لحراس من جنسيات متعددة هدفه حماية الملاحة البحرية. البرنامج تابع لشركة إسرائيلية خاصة مكونة من جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي من القوات الخاصة والبحرية. هذا نوعية ثانية من السلاح فينا نستعملوه عن بعد، لأنه من المستحسن أنه ما نخلو القراصنة بتقرب أكثر وأكثر للباخرة، لأنه لو قربوا بتصبح الشغلة صعبة علينا. من جهة هناك وضع أمن ملاحي متردي في خليج عدن، من جهة أخرى هناك تجربة أمنية متراكمة في إسرائيل. التوليفة بينهما تنتج ربما حل للمشكلة الأولى وفرصة مالية واقتصادية هائلة للطرف الثاني. لدينا رؤية واضحة قائمة على مبدأ الحماية الفعالة باستخدام القوة، لا تسمح أبدا للقراصنة الوصول إلى السفينة. التدريبات مبنية على أساس دراسة شاملة للسفن المطلوب حمايتها والاستعداد لإفشال كافة الاحتمالات. تكاليف تشغيل وحدة حراسة كاملة وفق الشركة الإسرائيلية تبقى أقل تكلفة بكثير من أي فدية أو ضرر مالي ناجم عن عمليات الخطف، ما يجعل برنامج التدريب هذا مطلوبا. قاسم خطيب، NBC، حيفا.